يعني بداية القمة ما زالت لم تنطلق، يتوقع أن يبدأ تباعاً القادة والمسؤولون الأوروبيون في الوصول إلى هنا إلى مقر المجلس الأوروبي في بروكسل من الآن وإلى نصف ساعة قادمة سوف يصلون، ثم تبدأ أولى اللقاءات عند الساعة 3 بالتوقيت المحلي بعد أقل من ساعتين من الآن. ملفات عديدة تهم أوروبا سوف يتم مناقشتها في هذا اليوم الأول وأيضا غدا اليوم الثاني والأخير لهذه القمة. ربما التوترات في شرق المتوسط هي من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في هذه القمة، وبشكل خاص الإجراءات التركية وعمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا بشكل مخالف للقانون كما يقول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه تركيا وتقول أنها تملك كامل الحق في إجراءاتها على الأرض. لكن هناك إجماع أوروبي على إدانة الإجراءات التركية في شرق المتوسط، وهناك تقدم في المواقف من فرنسا واليونان وقبرص ودعوات لفرض عقوبات على تركيا. هذه الإدانة عمر هل تصل إلى مستوى التوافق حول توقيع عقوبات على تركيا وفقا للمطالب الفرنسية؟ هذه هي النقطة وهذا هو السؤال الذي أجابت عليه ممثلة ألمانيا هنا، قالت أن هناك اتفاق أوروبي على إدانة الإجراءات التركية، ولكن هذا الاتفاق لا يعني بالضرورة فرض عقوبات على تركيا. هذا يفهم من خلال العلاقة الاقتصادية والتبادل الاقتصادي بين ألمانيا وتركيا، لكن ألمانيا قالت أنها لن تخرج عن الصف الأوروبي، بمعنى إذا ما أجمع الأوروبيون في نتائج هذه القمة على فرض عقوبات على تركيا فهم بالتالي كألمان سوف يدعمون هذا الإجراء، ولكنهم لن يتصدرون هذا الموقف ولن يخرجوا عن المواقف الأوروبية. بالتالي ننتظر ما سيخلص من هذه القمة من نقاشات حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع، خاصة وأن المواضيع مترابطة، بمعنى أن قبرص قالت أنها لن تمرر موافقة على فرض عقوبات على بيلاروسيا إلا في حال تبني الاتحاد الأوروبي لموقف فرض عقوبات على تركيا. هناك إجماع كما قلنا إجماع أوروبي على إدانة الإجراءات التركية، ولكن فرض العقوبات ما زال مطروح للنقاش وسوف يتداول هذا الموضوع بشكل حاسم وقوي خلال هذه الجلسات في اليوم الأول وأيضا في اليوم الثاني والأخير. نعم.